نسيت اقول لك، حسين بتاع الامن الحمد لله طلع كويس، ما حصلوش حاجه. طيب هو قال انه شاف حاجه خضته فاغمى عليه، ده غير بقى انه حرام عنده السكر. طيب الحمد لله ربنا يشفيه. الحمد لله. بس بقول لك ايه، المحطه دي فيها حاجه غريبه، خدي بالك. صدقيني انا بفهم كويس قوي في الحاجات دي. اهو راجع جه. مساء الخير. مساء النور. امال زين خطيبك فين؟ زين جاي، هخلص شغله في المستشفى وجاي على طول. وانا كمان كان عندي فاشن شو، سبته عشان اجي لكم. خلاص يبقى اضطر اجل الكلام في الموضوع لغايه لما البي يجي. انا مش هتكلم في الموضوع الا في وجود الكل. طيب ننزل الغدا؟ الغدا بعد ما نخلص كلام، عشان عايزكم جعانين ومصحصحين. طالما عاوزنا جعانين يبقى الموضوع فيه فلوس. هو البي على طول متاخر كده؟ احمد ربنا ان انا جيت اصلا، بس انا ما بحبش المواعيد على فجأة دي. عاملين ايه؟ معاك حق، بس انا كبير عيله العدلي، ولما اقول ان الكل يحضر في ميعاد يبقى اكيد ميعاد مهم والكل لازم يحترمه. مش دي عاداتنا وتقاليدنا يا زين بيه يا عدلي؟ واضح ان الكلام مش عاجبك يا زين بيه. في حد تاني في العيلة شايف ان العيلة دي ليها كبير غيري؟ لا، هو على فكرة انا مش بضحك عشان ان انت بتقول ان انت كبير عيلة العدلي، انا بضحك عشان هي فين اصلا عيلة العدلي؟ المجلس اللي حضرتك جايبه دوت ما يمثلش 10% من العيلة. وبعدين هو المجلس عمل ايه اصلا للعيلة؟ ثلاث ارباعهم فقراء ومش لاقيين ياكلوا. حتى احنا القريبين من بعض، حد فينا فارق مع التاني؟ حد فينا حتى بيسأل عن التاني؟ احنا بس بنتجمع في عادات الكذب والنفاق ديت، وعلى فكره دي من عادات وتقاليد العيله. بقول لكم ايه بقى يا جماعه، ما تيجوا نخش في الموضوع على طول وبلاش تضيع وقت. وبعدين في الاخر انتوا ولاد عم، تبقوا تحلوا مشاكلكم بعدين. انا شايفه كده برضو. انت بتبص لي كده ليه؟ انا ما قلتش حاجه غلط. عايز تكمل كلامك مع زين اتكلم معاه، انا مالي. وده اللي هيحصل بكره. المهم انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم ان سمير المحامي كان عندي النهارده الصبح وبلغني ان احنا كسبنا قضيه املاك الجزيره. وده بقى حكم نهائي؟ طبعا حكم نهائي. بكره هنستلم قصر العدل والاراضي. الاملاك دي داخله لها في رقم كبير قوي، يتخطى ال 400 مليون جنيه. ودول بقى هيتقسموا ازاي؟ نستلم الاول وبعدين نتفق، بسيطه خالص. المهم بكره الصبح هسبقكم على اسم اخلص الاجراءات ونتقابل كلنا عشان نكون عند القصر الساعه 4:30. مش عايز اكد عليكم تاني، الكل لازم يبقى موجود. في حد فيكم عنده اي استفسار؟ بصراحه انا. اتفضل يا سيسي. هو انتوا عندكم فكره ان القصر ده مسكون؟ ايه؟ نعم. ما تهزرش في الحاجات دي والنبي. هو ايه مسكون؟ بقول لكم مسكون. يلا 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 تعالي، ما تخافيش. في ايه؟ حزمي 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 ادي كده. ايه هنا الحاجه الوحيده اللي خايف منها؟ العقارب. يلا كفايه تصوير. ما تلاقيش. طب ماشي بس بقى ايه، على مهلك حبيبتي، على مهلك على مهلك. طب ما نرجع. طيب اي حشره تقابلك اوعي تموتيها. دي حاجات تافهه والله. عارفه يعني احساسي بيقول لي ان لون القصر نفسه مقبض، فما بالك بقى احنا لو دخلنا جوه. اه والله انا بقول لك عشان تبقى عامله حسابك. تحس ان احنا يلا روح يلا. يا راجح بيه، مش هتحاسبني ولا ايه؟ حاسبك على ايه دلوقتي واحنا هنبات؟
هنستلم القصر ونقعد شويه ونمشي على طول. وماله يا راجح بيه؟ قول لي انت عايز نرجع لك ميتة وانا ارجع لك. انا ما اقدرش اقعد عند القصر ده واستنى. انتوا عارفين انتوا جايين ليه ولا مش عارفين؟ ده قصر الجزيرة. اسمه قصر العدلي. ده أولا. قصر إيه؟ العدلي. ماشي يا حاج. كل حاجة لازم ترجع لأصلها. ثانيا ماله القصر؟ ما هو حلو أهو. ملوش يا بيه. ملوش. اجعل كلامنا خفيف عليهم. قول لي أنت عايزنا أرجع لك ميتة وأنا أرجع لك. ساعة كده بالكتير. بأمر ربنا. يلا. تعالى هنا. ايه؟ اسمع يا عبد الله، انت ما بقتش صغير. احنا جايين هنا علشان نرجع حقنا اللي ضاع من سنين. لازم يحسوا انك انت راجل وفاهم حقك كويس قوي. هما اكيد هدونا حقنا، امال جايبيننا ليه؟ لا يا حبيبي، الناس دي لو حست لثانيه واحده اننا مش فاهمين واننا مش عارفين نتكلم هياكلونا. جمد قلبك، الناس دي هي اللي موتت ابوك بحسرته. يلا بينا نشوفهم بيعملوا ايه. يلا. لا لا لا، القصر ده مقبض كده، وكمان المكان، المكان مرعب اصلا. لا والله. اه هو بس القصر هو اللي مقبض؟ ما الدنيا كلها مقبضه عادي يعني، الحمد لله الواحد مش عايز يبقى متشائم. احلف كده او ربنا. بس بجد القصر ده خنق. اه هو خنقه فعلا. اهو الرساله اللي احنا مستنيينه وصل. يا بهوات يا بهوات، يلا اتفضلوا خشوا القصر. بعد شويه كلنا هنخاف ندخل القصر ده. شفتوا؟ مش انا قلت لكم؟ انا عايز اعرف حضرتك ليه بتقول كده بس؟ لان بعد الساعه 5 بيحصل في القصر ده امور غريبه وصعب تفسيرها. مفيش حارس كمل مده اسبوع، انا الوحيد اللي قعدت شهر كامل. ده لان عملت صحوبيه مع سيدي اواب. سيدك اواب؟ ايوه سيدي اواب. دي حكايه كبيره ومصيركم هتعرفوها بنفسكم. فعلا؟ طيب هو فين بقى سيدك اواب؟ لا ده بيظهر وقت ما يحب ويختفي وقت ما يحب. بيجي منين؟ بيروح فين؟ أنا ما أعرفش، ده حتى بيفاجئني وألاقيه واقف قدامي. يعني إيه يعني؟ عفريت؟ لا، بني آدم. بني آدم من لحم ودم. بس مش زي أي بني آدم. سيدي أواب حاجة تانية خالص. والشاب اللي جنبي اسمه عامر. حبيبه. طول ما إحنا جايين في الطريق بنسأل على القصر، بسمع أخبار غريبة وإشاعات سخيفة. ما كنتش بركز معاها. بس مش متخيل ان انا هسمع الكلام ده منك هنا تاني. انا مش هنا عشان سمعك اللي على مزاجك. انا بقول اللي انا عارفه واللي انا شايفه. وبعدين بقول تاني، لو دخلته بعد 5:30 انا مش مسؤول. يا جماعه يلا اتفضلوا بقى استلموا حاجتكم عشان امشي وخلصوني. الساعه 5:30 مش هتلاقوني، هتيجي مركب وتاخدني وتمشي. يلا. ماما بقول لك ايه، ما تفتحي لي هوت سبوت يا ابني. اهمت شويه، مفيش شبكه هنا اصلا. يلا. لو سمحت، هو مفيش شبكه هنا خالص؟ لا مفيش شبكه، وانا بتواصل باللاسلكي ومفيش تليفون كمان. على مهلك على مهلك. امسك نفسك امسك نفسك. شد حيلك كده. شد حيلك يا ابني. يلا حاجة شد حيلك كده ولع النور. لا استنوا. ايه في ايه؟ لا المكان ده مش كويس خالص، احنا لازم نمشي حالا. نمشي نروح فين؟ احنا جينا كلنا مع بعض نخلص اللي ورانا وبعدين نمشي بعد كده. خلاص بس افتكروا ان انا حذرتكم. خلاص خلصتي؟ ممكن بقى بعد اذنك يا حاجة تيجي النور بعد اذنك؟ يلا. انا قلت لك ان انا مش عايزاكي.
ممكن اسال سؤال يا حاج؟ اتفضلي. يا ريت توضح لي ايه اللي بيحصل في القصر ده. احكي لك ايه ولا ايه يا ست هاني؟ بعد الساعة 5:30 بنسمع حفلات وافراح جوه، بعد شوية بسمع ضرب نار وصريخ وبنات بتعيط واطفال بيصوتوا وينادوا على امهم. كل ده بيحصل كل ليلة. عارفة يعني ايه بيحصل كل ليلة؟ وكل ده كوم، والساعة 9 كوم تاني. وايه بقى اللي بيحصل الساعة 9؟ هيحصل ايه يعني؟ اكيد نشطة اخبار بتتريق. صح، بس هو صح. الساعة 9 كنا بنسمع اسماء بتتقال، اسماء ناس ماتت بقالها سنين، وصوت راجل عجوز بيقول فلان مات، فلانة ماتت، فلان اتقتل، فلانة ولعوا فيها. وكل يوم تتكرر الحكاية دي وكأنها نشرة بتفكرنا بناس ماتت في ظروف غامضة وغريبة. يلا نروح. بص بقى يا أخ، أنت الكلام اللي بسمعه منك ده كلام فاضي، وأنا هثبت لكم كلكم دلوقتي إن هو كلام فاضي. أنا قاعد في القصر ده ومستني لغاية بعد 5. اللي هيقعد واستنى معايا هيبقى ليه حقوق في كل حاجة، واللي هيخاف وهيمشي اقسم بالله مالي متر واحد في القصر ده ولا مليم واحد في اي بيعه من اراضي الجزيره. اراضي الجزيره دي ارض بور ما بتطلعش غير زرع شطار. طب جرب ارمي فيها بذره كده علشان تجيب لك محصول، مش هتطرح. اصل اللي يرمي بذره في ارض الجزيره كانه رماها في بحر مالح. يا جماعة مش عايز أتأخر أكتر من كده، أسركوا قدامكم، اتفضلوا خدوه. ارفع سكينة النور يا عامر، اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا خدوا حاجتكم، أسركوا معاكم، اتفضلوا. اتفضلوا. تقريبا كل حاجة زي ما هي، ده كله بهو القصر، وده السلم اللي بيطلع على الدور الثاني والثالث اللي فيه غرف النوم. بسم الله ما شاء الله، وادي الكهرباء كمان وصلت. من هنا غرفة الطعام واجتماعات العيلة، تعالوا نشوفها مع بعض. تفضلوا. طب والله المكان تحفه. كله تمام؟ يا ريت بقى تقعدهم وحد يطلع فوق يكمل السلام عشان نخلص يا جماعة، الوقت بيجري والساعة بقت 5. أنا جاي معاك، خليك أنت زين. ماشي يا ابن عمي، انجوي. معلش يا حاج، ثانية واحدة بعد إذنك. خير في إيه؟ أنا ملاحظ يعني حضرتك يعني حافظ المكان حتة حتة وبالتفاصيل، مع إن إحنا لما دخلنا من الباب كان المكان كله تراب وكأنه ما اتفتحش من سنين. إزاي بقى أنت عارف التفاصيل دي كلها؟ صحيح، الباب كله تراب وما اتفتحش بقاله سنين طويلة. نعم، عشان لما بندخل بندخل من باب المطبخ. يلا بينا مطبخ. اقعدي يا ماما، اقعدي حياتي ما تخافيش، اقعدي نفضي واقعدي. اقعدي يا ماما، اقعدي. بالراحة يا جدعان، بالراحة. ياه، أخيراً الواحد بقى يلحق يقعد على كرسي البرنس شوية قبل ما يجي عم راجح ويشبط فيه. أنا مش فاهمة، إشمعنى بقى هو اللي يروح يتفرج على القصر لوحده
واحنا كمان ما نروحش زيه ليه؟ انا عن نفسي مش عايزه اشوف اي حاجه خالص، انا عايزه امشي من هنا حالا. مالكم يا جماعه في ايه؟ ما تهدوا شويه، ما احنا ياما شفنا في حياتنا، ايه جديد يعني؟ المهم يجي بفايده. يا حبيبتي ما هو مش هيجي بفايده الا لو كل واحد فينا خد حقه وما حدش ضحك على حد. ايه الهوا عليكم؟ خلاص لسانكم كلكم فك مره واحده، اول لما راجح ما بقاش موجود. يا جماعه انا رايي ان احنا كلنا نسمع كلام راجح، هو كبير العيله وكلمته سيف. انا بقى ما فيش سيوف على رقبتي، وهاخد حقي زي ما المفروض اني اخده، حق ربنا. بالظبط كده. الله، اخوات قوي بصراحه، اخوات قوي. بس انا ملاحظ يعني انه ما فيش عفاريت، ما فيش حاجه بتطير يا ابله فاطمه، ولا اي حاجه بتفرقع، عادي يعني. والله يا استاذ زين انت ما فاهم حاجه اصلا. ماشي يا اختي، لما نشوف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه ولا اي حاجه خالص كده؟ ولا اي حاجه؟ ايه احنا قاعدين؟ يا عم ده يبقى كده. زين انت هتفضل كده واقف لي على الواحده كتير؟ على فكره انا مش عايز اصطدم بيك. تصطدم بيا؟ انت ما تعرفش اصلا تصطدم بيا. واوعى تكون فاكر ان حته السلاح اللي في جنبك ديت ممكن تخوفني. المسدس اللي في جنبي ده مش منظر، ولما بكون عايز استخدمه بستخدمه، وانت عارف كده كويس قوي يا زين يا عدلي. الساعة 5:30. ايه انتوا يا جدعان في ايه؟ الموضوع بيزيد قوي. لا 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 انا مش قلت لكم؟ مش قلت لكم؟ لا اكيد الجو خايفين عشان المطر يعني. في ايه يا جدعان؟ لا 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 كده كتير. لا لا ده مش طبيعي. ده لا 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 عادي عادي. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة نور بيه؟ ايه المشكلة؟ قلت لكم امشي خلاص. ايه 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 ده؟ مين ده؟ وبذكر الله وبفضل الله نسير دوما لله. الله 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 يا آل بيت المصطفى. الله الله والسيد العربي. الله الله لكم مددت يدي. الله الله ففرجوا كرباتي. الله الله. انت مين؟ انت قبل ما اضربك حالا. اهدى 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 بس اهدى. ده اكيد الراجل اللي قال لنا عليه الحارس. ايوه ايوه ده اواب. هو اواب. اواب صحيح. انا العبد الفقير لله. اواب اواب الراجع الى الله، الراجع الى الحق. لاين المفر يا راجع؟ عرفت اسمي منين؟ انت عارفكم زين علي فاطمه صفيناز أميرة سالم المسالم. عارفكم كلكم والعارف لا يعرف. حتى راجية عارفها. برافو شطور. عرفت يا سمينة منين؟ أنت مدد. مدد يا صاحب المدد. مدد من غير عدد. أنتوا فاكرين أنكم هتمشوا من القصر؟ بس انتوا مش هتمشوا. مدد يا آل بيت المصطفى. مش ماشيين. استنى بقى في ايه؟ والسيد العربي. الله Thank you.
ولاد العدل. يا والله زمان أخيرا بقالي ناس من دم أشوفهم قبل ما يزورني ملك الموت. ده احنا مش هنخلص بقى من القرف ده. انت مين ودخلت هنا ازاي؟ انت شايف يا صابر الولد اللي ماسك لي طبنجة وبيهددني؟ ده يبقى راجح لعدل. قول له يهدى شوية يا صابر، يهدى شوية، لأن أنا مش عاوز أزعل منه. نزل سلاحك! نزل سلاحك لأنك كده مش هتقدر تأذي أي حد إلا نفسك، وأعرف كويس أوي أنت بحضرة مين. ده مقامه من مقام الكبار في عيلتك. أنت قدام سيدك عزيز، عزيز العدلي. ضحكتني بجد. لا قولها تاني كده. سيدي مين؟ استنى يا راجح، استنى. هو فعلا شبهه بالظبط. شبه مين؟ وانت شفته فين قبل كده؟ دول عالم نصابة ومقتحمين املاك خاصة، ومن حقي ان انا اقتلهم، وانا هعمل كده دلوقتي. ما تستنى يا اخي، هو انت اساسا تعرف شكل جدك عزيز ايه؟ فضلك، من فضلك يا عليا بعيد عني دلوقتي. اهدى يا راجح، ده شكل جدنا عزيز العدلي بالظبط. فعلا ده شكل جدك عزيز العدلي بالظبط يا راجح. بلاش كلام فاضي، عزيز العدلي مات من 40 سنة، ده اللي هيجيبه هنا دلوقتي. مات. مين قال لك انه مات؟ مش يمكن انت اللي فاهم كده؟ انت غيرك؟ اسمع يا ابني، انا كنت مستنيكم من زمان وعارف انكم جايين وعايش عشان اليوم ده، واليوم ده جه. عاوزك تهدى، شكل كلامهم عنك صحيح. هم مين دول؟ سألي علي واضحة. طيب يا ريت بقى تفسر لنا، انت زي عزيز العدلي وانت المفروض ميت من 40 سنة. ممكن تسيبوني انا اتصرف؟ انتوا هتاكلوا من الكلام الفاضي ده؟ انتوا مش هتقدروا تعملوا اي حاجة من اللي انتوا جايين عشانها الا اذا سمعتوني وطوعتوني. تعالوا ورايا. يلا يا صابر. أظن لحد كده وكفاية قوي. أنا لا عايزة فلوسي ولا عايزة حقي ولا عايزة حاجة خالص. أنا عايزة أمشي. الله يا سيدي. تمشي تروحي فين يعني؟ هناخدها عم. نوفي استنى المركب. أيوه أنا كمان عايزة أمشي، عايزة أمشي. يا جماعة اللي دخل جوه ده جدنا عزيز العدلي، معرفش إزاي بس هو شكله شبه الصورة اللي عندي في البيت بالظبط. أيوه بس هو إزاي جدنا وإزاي مات؟ وبعدين ده الموضوع من 40 سنة، يعني هو مات وصحي تاني ولا أنا مش فاهم أي حاجة. عشان كده لازم ندخل ونفهم إيه الموضوع. يا جماعة أنا مستغرباكم، أنتوا إزاي مش عايزين تعرفوا إيه الحقيقة؟ أنا عن نفسي أنا داخلة. وأنا لازم أدخل. طب أنا بقول إن إحنا كمان ندخل معاهم عشان نتأكد يعني إذا كان هو جدنا ولا لأ. ندخل فين؟ اسكتي بقى. أنا مش هقدر أتكلم عن كل حاجة مرة واحدة. في حاجات ما تتحكيش، في تفاصيل تتشاف وتتحس بس. بس أنا حاسة إن أنت جدي، بس برضه اللي مش قادرة أفهمه، أنت إزاي عايش؟
ازاي عايش وكل الدنيا عارفة انك مت؟ 40 سنة، 40 سنة وانا مرمي في السرايا الصفرة ظلم على ايد راجح العدل. ظلم حتى وهو في اواخر ايامه ما كانش قادر يتخلى عن الظلم والافتراء، كل ده عشان الفلوس. الفلوس، ولما خرجت من السرايا الصفراء كنت ناسي كل شيء عن أي حاجة. إلا القصر ده، ده هو في حد فيكم مصدق الهري ده؟ ولما جيت القصر وقدرت أدخله بمساعدة صابر وبعيد عن عيون الحراس، ابتديت أفتكر كل حاجة شوية شوية. يعني أنتوا عايشين في القصر ده كله لوحدكم؟ طب بتاكلوا وتشربوا إزاي؟ والحارس اللي بره ده مش حاسس بيكم خالص؟ إحنا أكلنا وشربنا بيجي لنا هنا لحد عندنا، وده أصلاً آخر همنا. أما الحارس مين قال انه مش عارف؟ عارف، لكن ما يقدرش يجيب سيرتنا لاي حد. احنا هنا مش لوحدنا. ثواني بس، يعني ايه احنا هنا مش لوحدنا؟ احنا فعلا مش لوحدنا، هم حوالينا في كل حته. حوالينا وسامعيننا وشايفين؟ لا بقى، انا مش مستحمله. هو انتوا مستنيين ايه يحصل اكتر من كده؟ اسكتي بقى يا جماعه، والله احنا اصلا احنا اهدوا بقى. ما حدش يسالهم كويس انهم ساكتين ومستحملينكم لغايه دلوقتي. أصل إحنا عايشين في جناح واحد وسايبين القصر كله ليهم، كرسي واحد ما حركناهوش من مكانه احتراما للسكان. سكانه؟ دول في لحظة ممكن يقلبوا عليكم، خصوصا إن أنتوا ألد أعدائهم. سكان القصر ده بينكم وبينهم دم، دم، ومش هيسيبوكم إلا لما تردوا ليهم حقوقهم. كفاية كفاية بقى، إلزم حدودك يا ولد. أقسم بالله لو ما قلت أنت مين دلوقتي أفكر دماغك. وحالا نفكر نمشي من القصر ده ازاي؟ انا قلت نمشي من الاول. يلا نمشي يا سيدي، يلا نمشي يا سيدي، يلا نمشي يا راجع، يلا نمشي من هنا بسرعه. صلوا على حضره النبي. يا آل بيت المصطفى.
مصطفى الله الله والسيد العربي الله الله لكم مددت يدي الله الله فافرجوا كرباتي. أرجوك يلا نمشي يا زين، أرجوك يلا نمشي بسرعة. محدش هيمشي من هنا، محدش هيمشي من هنا، انتوا مش هتمشوا من هنا اصلا. يعني ايه؟ اسكتي بقى اسكت. دخلت هنا ازاي؟ انا عديت من قدامك ومن قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن قدامك من قدامك قدامك عديت من قدامكم كلكم. لا ابني فين؟ انا عايز ابني. ابنك في الحبس بالصون في امان الله ورعايته عند عامر. الله انت بتقول ان انت عديت من قدامي ومن قدامنا كلنا، الكلام ده مش حقيقي، انت ما عديتش من قدامنا. انتوا صعبانين عليا يا اولاد، صعبانين عليا قوي، شاغلين نفسكم بحالي مش شاغلين نفسكم باحوالكم ولا بمصيركم اللي ما بقاش في ايديكم. خلاص احنا مصيرنا في ايدينا وهنمشي دلوقتي حالا. يلا 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 بينا. استنوا استنوا يا عباد الله، بره ما فيش مراكب ولا تليفونات ولا في اي وسيله هتخرجكم من القصر ده. عايزين تمشوا امشوا يلا. على فكره انا مش ضدكم، انا معاكم معاكم ان شاء الله، انا بس جاي انوركم، انور النور اللي في قلوبكم. الله بس حرام عليكم، انتوا مش رجاله. حد يطلع يشوف مركب، حد يطلع يشوف مركب. انا هطلع بس بقى، انا هطلع بس مش هطلع لوحدي، عايز حد يجي معايا. انا جاي معاك. اهدوا اهدوا. مدد يا رب. مدد يا رب يا رب. مدد يا صاحب المدد يا رب. مدد من غير عدد. يا آل بيت المصطفى الله الله والسيد العربي الله الله لكم مددت يدي الله الله ففرجوا كرباتي. الله قلت لي انك عايز تدخل جناح البرنس راجح؟ اكيد طبعا. كل الغرف محتاجه تنظيف، لكن انا هجهزها. انا مش هقعد لوحدي في اوضه، لازم حد يقعد معايا. ايه مالكم ساكتين ليه؟ انا مش هقعد لوحدي. طيب طيب انا ممكن ابات معاكي. هخاف اقعد لوحدي. راجل هنا تقعد معايا. صحيح يا جماعه، هي راجيه فين يا بنتي؟ ما نطلع مع الناس فوق. يعني انت خايفه تطلعي فوق معاهم ومش خايفه نقعد هنا لوحدنا؟ لا خايفه، بس مش لسه هطلع استكشف دور تاني كمان. وبعدين كفايه منظر السلم ده، مش شايف شكله مرعب ازاي؟ على الاقل انا بقالي هنا شويه في الدور ده وخلاص، يعني خدت عليه. خدت عليه؟ النبي انت كدابه، ده انت ميته في جلدك. اذا كان انا عن نفسي بقيت خايف. دي غرفة البرنس راجح العدلي جدك. شايفة يا فاطمة؟ أوضة البرنس راجح العدلي حبيبي وجدي. شايفة العظمة؟ عظمة؟ عظمة إيه؟ أنت متصور إن أنا ممكن أقعد هنا؟ أنت مش شايف المنظر؟ مش هيفضل كده كتير. أنا هخلي عامر يجي ينظفها. هتبقى حالتها احسن من كده، لكن مش احسن قوي.
على فكرة احنا عندنا هنا مراتب ممتازة ابتدينا نوزعها على الغرف. دلوقتي بقينا قادرين نعمل كده. لكن قبل كده ما كناش نجرؤ ندخل غرفة البرنس من غير راجح بيه ما يكون معانا. لأن هو أولى بدخولها قبل أي حد. وأنا أنا هقعد فين؟ عندنا غرف حالتها أحسن من كده. اتفضلي معايا. لا اتفضل فين؟ أنا مش هروح لوحدي في أي حتة. أنا هروح معاكي. أنا هروح معاها. أه طبعًا اتفضلي. أنا ما بخافش. في اللي حصل ده؟ يعني الناس اللي احنا شفناهم دول ناس كده بني ادمين زينا ولا دول ايه بالظبط؟ ايوه طبعا بني ادمين. بس من واضح كده ان هم ملبوسين. مش ناس عاديه يعني. هو ليه عيلتنا مكتوب عليها دايما كده؟ شوف الخوف والرعب. ليه احنا بس اللي بنشوف الحاجات دي؟ طول الوقت كنت بكدب نفسي. لكن المره دي للاسف مش عارف. وانت مش دكتور نفساني وطول الوقت عمال تحللني وتحلل في البادي لانجوج بتاعتي؟ هتقولي الناس دول ايه؟ هتصدقني لو قلتلك مش عارف؟ فعلا مش عارف. انت رايق قوي يا زين بصراحه. ليك نفس كمان تعزف؟ يعني ايه هنط لوحده يعني عمل صوت؟ طب اهدي اهدي خلاص اهدي اهدي. نطلع فوق نطلع فوق نطلع فوق. لا 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 ايه؟ تعالي نطلع فوق صدقني احسن قلت لك نطلع فوق. يلا يلا هوريني اهدي بقى ما تخافيش. انا قلت انا قلت وحذرتكم من المكان ده من اول لحظه. وانتي انتي عالية انتي من اول الناس اللي عندوني وادي النتيجه. يا بنتي الموضوع مش موضوع عند بس احنا لحد امتى هنفضل سايبين حقوقنا تضيع مننا بالشكل ده؟ وبعدين لازم تعرفي كويس قوي ان احنا لو مش موجودين النهارده وفي الموضوع ده يبقى مش هنطول حاجه من جوزك. وزي ما اكل حقنا زمان هياكل حقنا المره دي. حقنا ايه وزفت ايه؟ هي ايه فايده الفلوس دلوقتي واحنا محبوسين في القصر ده اللي كله عفاريت؟ اكيد لما الصبح هيطلع ان شاء الله هنلاقي حل. اكيد في مركب ممكن تعدي او نسال عامر. او عامر ولا عمره مش فاكره اسمه ايه. عامر الولد ده شكله طيب ابن حلال قوي ممكن هو يتصرف. او نسال جدنا. ها جدنا؟ انا اصلا ما خفتش من حاجه قد ما خفت من جدنا ده اللي فجاه بقى قاعد قدامنا وهو المفروض ميت بقاله 40 سنه. انا عن نفسي مرتاحه للي اسمه قواب ده جدا اكتر من جدي عزيز على فكره. مش عارفه كده في حاجه مخوفاني يمكن عشان انا عارفه ان هو مات من سنين. مش عارفه أنا مقبوضة قوي. أنا متشائمة قوي من اللي جاي. في إيه؟
مدد، مدد يا صاحب المدد، مدد من غير عدد. الله على الأبواب يا آل النبي، وقفنا بين أيديكم نحيي بصلاة على النبي محمد النبي الهاشمي. على أبوابكم بابا فبابا أناديكم نحيي بصلاة على الصفي محمد النبي الهاشمي. الله وحده. يعني كل واحد فيكم شاف حاجة إلا أنا، إشمعنى أنا بقى اللي محصليش الكلام ده خالص؟ قصدك إيه؟ معرفش بقى. هو إيه اللي معرفش؟ ما بلاش يا جماعة نظرية المؤامرة دي، إحنا كلنا في مصيبة. يعني يا راجل أنت ما شفتيش الست اللي أنا شفتها؟ لا ما شفتش يا فاطمة، يعني هكون شفت ومخبية عليكم مثلاً؟ ولا أنا كمان شفت. يبقى أكيد حاجة من الاتنين، يا إما كان بيتهيألك يا إما معرفش بقى. ياه لا بجد اخصى عليك يا علي، انا مش مصدقاكي بجد. انت قصدك ايه من الكلام ده؟ عندك اهو سالم وعندك اختك اميره اللي كان شافوا حاجات بعينيهم. يا بنتي ما انا مستغربه، اشمعنى انا بس اللي ما حصليش حاجه؟ انا مش فاهماكي، انت عايزه يحصل لك يعني؟ ما تحمدي ربنا، وبعدين احنا اللي بيحصل معانا ده غير اي حاجه تانية حصلت لنا قبل كده. اه طبعا غير اي حاجه. لا انا بعد اللي شفته بعينيا النهارده ده احنا لازم نمشي من القصر ده باي شكل، اي شكل. انت عايز تقولي ان كل ده حصل في النص ساعة اللي أنا نمت فيها؟ أنت بتقول إيه بس؟ أنا أصلاً مستغرب، أنت إزاي ما حسيتش بكل ده؟ أنا اللي مستغرب، أنا بالنسبة لي كل شيء كان هادي جداً. اسمع يا راجح، أول لما يطلع النهار هنسيب المكان دوت ونمشي بأي طريقة وبأي تمن. كل واحد فينا ياما شاف حاجات كتير قوي في حياته، بس مش للدرجة دي. أنا عن نفسي ما شفتش أي حاجة هنا لحد دلوقتي، بس فعلا لما كنت جنب راجيا وسبتها ومشيت انا سمعت صوت البيانو بودني. قلت في عقل بالي من امتى راجيا بقت تعزف بيانو؟ ما تقلقش انا هريحك، انا فكرت وقررت ان احنا نتجاهل كل القرف اللي احنا بنشوفه ده، ومن بكره الصبح نقعد ونقسم الورث ونهد القصر ونبيع الاراضي كلها ونرجعش المكان ده تاني ابدا. انا مش فارق معايا تبيع ولا تقسم ولا اي زفت، أول لما يطلع النهار هاخد خطيبتي وهمشي من هنا، واللي عايز يقعد يقعد. أنت إزاي تسيبني كل ده ومعرفش عنك حاجة؟ أنا رموني في الأوضة دي لوحدي، وبقالي ساعة وبعيط، عمال أسمع في أصوات غريبة بره وخايف أخرج. بصراحة ماما أنا مش شايف المكان ده فيه حاجة تخوف. آه ما أنت ما كنتش قاعد معانا وما شفتش اللي إحنا شفناه. قال بتصور مناظر، قال مناظر دي يا ابني اللي أنت بتصورها. إيه شفتوا إيه يعني؟ شفت حاجات كتير. أنت في واحد ظهر لنا كده فجأة قال إيه؟ اسمه أواب. عم أواب ده راجل زي الفل، ده قاعد يهزر معايا ويوريني حاجات غريبة. طب تصدق يا ماما ده مصاحب التعابين، ده يبقى التعبان ماشي كده يقول له تعالى يجي، يقول له يمشي يمشي. ايه بصلي كده ليه؟ لا ابدا هطق منك بس. طب انت عارفه عرفني على مين تاني؟ مين؟ جدي عزيز، ده راجل طيب قوي. اه انت واد انت هتنقطني؟ هو انت كمان شفت عزيز؟ ايوه انا كل ده قاعد معاه، ده حكى لي كميه قصص. الناس هنا طيبين قوي يا ماما، جدي عزيز وعم اواب وعم صابر وعامر طبعا. لا ده انت تايه منك بقى. ماما الصراحة أنا طول عمري بقول عليكوا عيلة أوفر، والنهاردة بالذات أنا اتأكدت، بقول لك أنا تعبان وعايز أنام. آه نام يا أخويا. أنا هنام. اتفضل نام. استغفر الله العظيم يا رب. عليا. تنمتي؟
أنا ليه بس في اللي احنا فيه ده؟ أنا بس مغمض عينيا شوية. تلاقيش ده شوية هوا، شوية هوا. يلا كلها كم ساعة والنهار يطلع. اهدي 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 وغمضي عينيك شوية. اهدي، مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش حاجة. في ايه؟ مين؟ مين؟ محدش بيرد. أكيد الهوا اللي فتح الشباك هو اللي فتح الباب. ما تقلقيش. أنت رايحة فين؟ يا بنتي سيبيني بقى، ما تخافيش. بس سيبيني. اللي صورتها امبارح. ايه في ايه؟ انا مش مصدق اللي شفته. بص يا عامر، ايه ده؟ مين دول؟ انا وانا بصور ما كانش فيه الكلام ده. ازاي كده؟ عبد الله، الموضوع اكبر من حزبكم بكتير، والصور دي اكبر دليل. انتوا بتعملوا ايه؟ الصور اللي بتتكلموا عنها؟ انا والله كنت جاي اوريهم لحضرتك. بص يا انكل، بص ما كانوش موجودين وانا بصور امبارح. مين دول؟ انا ما اعرفش. مين دول يا عامر؟ دول سكان القصر. انت عايز تقول ان اللي موجودين في الصور دول اشباح؟ هم اكيد مش بشر، مش لحم ودم. انتوا ايه حكايتكم؟ عايزين توصلوني لايه؟ الحق الحق يا راجل حبيبي. اهلا، جيت في وقتك. انت سبب كل المصايب اللي حاصله في القصر ده، وانا متاكد من اللي انا بقوله ده. عبد الله، والدتك هتنده عليك دلوقتي. يلا روح لها. عبد الله، عبد الله، انت فين؟ ايوه ماما، انا جاي. بعد اذن حضرتك يا انك. يا الله، أنا سبب كل المصايب اللي بتحصل هنا. أنت ساحر، وسحرك أسود، فلت شياطينك وعفاريتك علينا. بس أنا هعرف لصالح مين ده يا أواب. لا، حد الله، حد الله بيني وبين الشياطين وأعمالهم. الشياطين هم اللي أكلوا حقوق الناس، وهم اللي خانوا الأمانة، وجاروا على نصيب اليتامى. انت ابوك وجدك بس خلاص، لازم يتوضع له حد. انت ازاي بتكلمني باللهجه دي وبالطريقه دي؟ يا مكذوب انت. فوق. مسكين يا ابن ادم، بس الكل ظالم نهايه. ربنا سبحانه وتعالى فتح لك طريق التوبة، اقبله. الحق راجع. حق مين يا مغبول انت؟ انت عايز تفهمني ان انا واكل حق حد؟ انا عمري ما عملت كده ولا هعمل. ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يسعد عبد يبصره بعيوبه، لكن انت عن عيوبك واخطائك عميان. صلي على الحبيب، صلي على حضرة المصطفى من قلبك. يا آل بيت المصطفى، الله الله، والسيد العربي، الله الله. لكن
كمان كنت بدور عليك، انا عايز اتكلم معاكي ضروري جدا. بس قبل اي حاجه، شفت اواب؟ انا موجود. بسر الوجود. كويس كويس. انا في الحقيقه كنت عايزه اتكلم معاك. امال انا جاي ليه؟ انت طول عمرك عايش هنا؟ انا اتولدت هنا وهموت هنا باذن الله. طب وانت ايه رايك في اللي بيحصل هنا؟ سبحان الله، سبحانه، ظاهر وشر، باطن وخير، ما يهمكيش، انت نواياكي خير، والمدد جاي، المدد جاي من صاحب المدد بالاذن. مش حاضر اتكلم اكتر من كده. على الابواب يا آل النبي وقفنا بين ايديكم نحيي بصلاة. عم ده عجيب قوي، يعني هو طلع السلم دلوقتي بس احنا طلعنا وراه مش هنلاقيه. بصراحه انا مش عارف هو معانا ولا علينا. ده حتى عامر لما بساله بيقول لي اطمن ويسكت. مش هو ده اللغز الوحيد اللي هنا؟ بصراحه انا بقيت متوقع اي حاجه ممكن تحصل هنا، خصوصا بعد الصور اللي شفتها. على فكره انت كمان لازم تشوفيها. صور؟ اهلا وسهلا سعادتك. طبعا جاي تقول لنا ان احنا مش هنخرج من هنا وان احنا محبوسين في القصر. عرفنا الموضوع ده. ايه المطلوب حضرتك؟ انا كمان عايز اعرف حضرتك كنت فين من امبارح لحد دلوقتي. انا ما شفتكش في اي مكان في القصر. هو حضرتك متصوره انك عارفه كل مكان في القصر؟ القصر اكبر بكتير من اللي انتوا شفتوه، ولو غرف وسراديب مش من السهل ابدا انكم توصلوا لها. اعتقد بعد الليله الاولى ليكوا في القصر قدرتوا تفهموا انتوا بتواجهوا ايه، ودلوقتي لازم تعرفوا ايه المطلوب منكم عشان تستردوا حريتكم واملاككم. جدكم راجح قضى سنوات عمره كلها وهو بيفتري على اهل قريته، محتمي في الجزيره والحراس، قتل وذبح وحرق بيوت وحرق قلوب أمهات على أولادهم، فرق بين الراجل ومراته واغتصب حقوق وأعراض، هدم مقابر قرية كاملة وحولها لأرض زراعية وضمها لأملاكه، جار على أموال اليتامى، وبعدها عاشوا في الدنيا مذلولين ومقهورين. وجه وقت استرداد الحقوق زي ما قلت لكم. القصر مسكون، القصر مسكون، أرواح معذبة عاوزة تنتقم منكم. دول اللي كانوا بيزوروكوا في بيوتكم، دول النهارده انتوا جيتوا برجليكم ليهم ومش هيسيبوكوا، مش هيسيبوكوا تخرجوا
إلا لما تردوا ليهم حقوقهم أو يكملوا انتقام منكم. معنى الكلام ده إن إحنا هنفضل محبوسين في القصر ده لحد ما نرجع لهم كل حقوقهم؟ والقايمة طول. واعملوا حسابكم إقامتكم هنا حطول لحد ما يتواصلوا معاكم في الوقت اللي هم شايفينه. وهم هيتواصلوا معانا إمتى بالظبط؟ هم هيختاروا الوقت المناسب. هيتواصلوا معانا إزاي؟ عن طريق وسيط، وهيختاروا من بينكم. عشان كده لازم تتأقلموا على ده. أكلكم وشربكم هيوصلكم لغاية عندكم. يلا اخرجوا اخرجوا، لأني عاوز انفرد بنفسي. أيوة حضرتك، بس أنا عندي أسئلة كتيرة جدا ومحتاجك تجاوب عليها. من فضلك سيدي عزيز بي قال نخرج يعني نخرج، وأي سؤال في ذهنك هيتجاوب عليه في الوقت المناسب. تفضل. أنا عايزة نتكلم مع بعض لوحدنا. هنتكلم يا بنتي، هنتكلم. أنا عارف إن في 100 سؤال في دماغك. هنتكلم بس مش وقت، مش وقت. أهو شفت بقى؟ يلا يلا. حاضر. أنت ما جيتيش ليه؟ معلش أنا. النية غنية، النية غنية، والقلوب صافية وشوافة. عن زيادة اختص بعباده الطيبين، وانتم طيبين. الله الله. شوفوا بقلوبكم قبل عيونكم، واستنوا المدد عشان انتم غير. احنا غير؟ احنا غير مين وازاي؟ فاطمة انتم غير، وانتي عارفة. امشي ورا عليا وما تخافيش، هي معها كل المفاتيح. ايوه هي معها كل المفاتيح. كله خير بإذنه، بإذن صاحب المدد. بس للأسف لازم دم، لازم دم. إلا الحقوق يا فاطمة، إلا الحقوق. واذكروا الله. بذكر الله تطمئن القلوب. الله الله الله. دم إيه اللي بيتكلم عنه ده؟ مش عارف. يقول دم. إحنا لازم نقول لهم. مش كده، أنا هطلع أقول راجع. حقوق وكمان دم؟ الكلام ده يقصد بمين؟ يقصدنا أنا؟ معرفش، أنا بقولك اللي قاله. سالم! إيه؟ زين! إيه أنت هتعمل إيه؟ مالكش دعوة أنت. سالم! سالم! زين! سالم! زين! سالم! إيه في إيه؟ سالم فين؟ في الحمام. مستعجلين؟ ايوه 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 يا راجل. انا تعالى يا سالم، عايزك. حاضر حاضر. استنى هنا، انا عايز اتكلم معاك. حاضر بس عشان راجع. بس بقول لك عايز اتكلم معاك دلوقتي. حاضر حاضر. سالم! ايوه تعالى. حاضر حاضر. خلاص خلاص خلاص. هيضربني هيضربني. زين زين. ايه؟ انا خلاص جبت اخري.
بالراحه بالراحه. جبت اخري. في ايه ما تفهمنا؟ مش شويه مجازيب هيلعبوا بيا. الله الله فهمنا. طب في ايه طيب؟ الله ليه يا راجل؟ الله يا عم ما تفهمنا. الله ما تقول لنا في ايه؟ بفهمك دلوقتي. الله على الابواب يا اهل النبي وقفنا بين ايديكم نحيي. كل اللي بتعمله ده يا راجح مش هيكون له اي قيمه من اللحظه دي. اي حاجه بتعملها ملهاش قيمه. زي ما قلت لفاطمه لازم دم قدر لازم دم. فعلا لازم دم. الله ده هيبقى دم. لا لا انت بتعمل ايه؟ ابعد عني. انت كلمني ابعد عني يا زين. انت مش فاهم حاجه. ده سبب كل المصايب. لما اخلص منه هنخلص من كل حاجه. ابعد بقول لك. لا 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 يا مولانا يا مجيب. من يدعو لا يخيب. من يدعو لا يخيب. يا راجع الباب دي ما تخليش فاري يعدي. صدقني كان لازم اعمل معاه كده لغايه لما افكر هتصرف معاه ازاي، لان ده سبب كل المصايب اللي احنا فيها. بص انا معاك. الله. ايه ده؟ انا مش معاك في حاجه بعد كده. ايه ده؟ الله. انت ايه يا عم؟ احنا مش كنا فيه مسامير وحبال وحاجات؟ الله. انت بتخرج ازاي؟ انا سبتكم تعملوا اللي انتوا عايزينه عشان اعرفكم انكم مالكمش اي اراده هنا. انا اول لحظه شفتكم قلت لكم انا مش ضدكم. الحل في كل ده انكم تؤدوا الامانات لاهلها، الاحياء منهم والاموات. يا مولانا يا مجيب من يدعوك لا يخيب. يا مولانا يا مجيب من يدعوك لا يخيب. انت بتعاند مين؟ اسكت يا زين والنبي، انا مش ناقصك. اسكت ايه بس؟ اسكت ايه؟ انت السبب في كل اللي بيحصل لنا دوت. انا السبب؟ ايوه انت السبب. خلاص الحكايه بقت واضحه زي الشمس، بلاش نهرب منها. وما تقلقش، الستات اللي فوق انا قفلت عليهم وقلت لهم ما حدش ينزل. حتى عبد الله دخل مع مامته الاوضه، يعني ما حدش سمعنا. انت ليه مصر تتمرد عليا؟ اتمرد؟ ما خلاص بقى، بلاش النغمة دي والنبي. تعالى يلا انا وانت نلعب على المكشوف. زين انت متوتر وبتقول اي كلام دلوقتي، فيعني اهدى بس كده شوية. انت تسكت خالص! انت دلدول لي وانا مش زيك! راجح، كلنا عارفين ان احنا عيلة نسلها فاسد. اللعنة ركبانة ابا عن جد. وخصوصا انا وانت. انا واكل حق اخوات البنات. وانت واكل حق مراتك وحق عليا بنت عمك وحق ده، وهو عارف. ايه تنكر؟ تنكر يا سالم ان راجح واكل حقك؟ برضه سكت. انت عايز ايه يا زين؟ هات من الاخر. عايز اقول ان احنا هنا جينا فرصه، ربنا جابنا هنا فرصه، فرصة عشان نفوق ونتوب.
وانا خلاص انا قررت، انا راجع قررت ان افوق واتوب فعلا، وبقولها قدامكم وقدام ربنا، لو انا طلعت من هنا حي هرجع حق اخواتي البنات. ايوه، واي حد، اي حد في الدنيا ليه عندي حق هرجعه له، هرجعه له يا سالم كان حي او ميت. وانا ما حدش ليه حاجه عندي حي او ميت. نعم يا اخويا، ليه؟ هو انا وانت مش واكلين حق عبد الله فرصه ابوه؟ انا وانت كنا بندير اموال العيله عشان ما يضيعوهاش. والله ضحكتني يا ابني. عيب ده انا وانت دافنينه سوا. خلاص يا راجع، انا بقولك انا هفوق، وانت كمان لو ما فوقتش انا اللي هفوقك، وهطلع الناس اللي فوق واقول لهم نفس الكلام ده بالظبط. اعلى في خيلك اركبه، انا ما حدش هياخد مني مليم واحد غصب عني. لو قفلت الدنيا كلها اتجمعت، راجع العدلي ما يتهزش، وشغل الأرجوزات اللي بيعملوا أواب ده ما يخلش عليا، دم خاوي وأنا هعرف أخلص منه في الوقت المناسب. فاهم؟ أنت اللي مش فاهم، أواب ده بتاع ربنا بجد، وكلام الراجل اللي بيقول إن هو جدنا أنا مصدقه. اللعبة خلاص يا راجع خلصت، ومن هنا ورايح أنا اللي هقفلك. العيلة دي مش مقدرة أنا بعمل عشانها إيه. لو هتكون مصدق كلام المجنون اللي قاله ده، أنا واكل حقك والكلام الفاضي ده. لا 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 يا راجع، انا هصدق الكلام ده برضه. وبعدين فلوسي فلوسك واحد يعني عادي. طول عمري بشوفك راجل واصيل، خليك في ظهري هتكسب. ما تخافش انا دايما في ظهرك. الليل داخل، الليل داخل يا عيلة العدلي، الليل داخل يا أولاد العدلي. بعد كل ليل بيجي نهار، الليل داخل. صحيح الليل سطار، لكن الليلة دي ليلة كشفة، ليلة المستخبي فيها حيبان والخيانات حتبان. منكم فيكم، منكم فيكم يا أولاد العدلي، منكم فيكم. استعدوا، استعدوا يا عيلة العدلي، الليلة أصعب أصعب. هتلاقوهم معاكم في كل حتة، معاكم في كل حتة، وانتوا صاحيين وانتوا نايمين هيظهروا في كل مكان. هتشوفوهم ورا الأبواب، ورا الستاير، تحت السراير، هتشوفوهم في كل مكان يا أولاد العدلي. استنوا بقى زوار الليل، الساعة 9، الساعة 9 علشان تسمعوا الحقيقة، كل الحقيقة. كل نفس فيكوا دلوقت هتتمنى إنها تسمع حاجة بعينها، حاجة تطمنها أو تريحها، لكن لا، مش هتسمعوا إلا الحقيقة، الحقيقة وبس. مش هتسمعوا إلا الحقيقة، الحقيقة وبس. Thank you.
مش مصدق عينيا. البرنسيس بنفسها في اوضتي. ارجوك بلاش الكلام ده دلوقتي، مش وقته اصلا. عليا لو تطوعيني اكيد الدنيا كلها تحت رجلك. يا اخي انت مفيش فايده فيك. انا سامع صوت بره في الممر وراجيه وفاطمه نايمين والبيت كله نايم وانا مرعوبه. طب اهدي، ما ينفعش اصلا تخافي وانا موجود. تعالي وريني الصوت ده فين. انا مش سامع حاجه. بقولك ايه، تعالى نرجع، تعالى نرجع. انا سامع صوت طفله بتعيط. هروح اشوف في ايه. لا ما تروحش، لا ما تروحش، عشان خاطري ما تروحش، عشان خاطري ما تروحش. تعالى نرجع. انا ما بخافش. انا خايفه، انا خايفه. تعالى نرجع، انا سامع الصوت جاي من فوق. اهدي اهدي اهدي، ممكن تهدي؟ يلا روح اوضتك وقفل على نفسك. حاجه معاكي؟ لا 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 ما تروحش، عشان خاطري روح. اهدي بس، اهدي بقى، الكلام فاضي. اهدي اهدي، مفيش حاجه. يلا يلا. Thank you.
ربنا ياخدك. يا كده بدأت. الله انا 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 اهدى انا شفت. اذكر الله واهدى. لا 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 اهدى. النور قطع وانا شفت ان شبح. هنادي مصطفى. لا انا شفت شبح. يا سيدي دي طفلة. هنادي هنادي دي ماتت من سنين طويله قوي، وليها حقوق ضايعه والحق ده عندكم. هي طلعت لنا ليه؟ ما انا بقول لك عندكم. هي ما ظهرتش عشان تخوفك، هي ظهرت لك بعد ما بان لك أمرت خير وتذكرك إن المال اللي أنت مستمتع بيه ده مش بتاعك، دي حقوق ناس تانية، منهم اللي عايش وبيعاني ومنهم اللي مات وروحه متعذبة من اللي شافه. مش أنت هترجع الحقوق ولا إيه؟ أيوة بس أنت لسه قايل إن هي ماتت من زمان. أيوة بس ألا أحياء يرزقون؟ ايوه بس انا لما قلت كده كان قصدي على اخواتي، لان هم دول اللي جيت على حقهم. هتقبل ميراث حرام؟ ده في اموال يتامى هتقبله على نفسك؟ استغفر الله، استغفر الله العظيم. الله الله. المدد المدد من عندك يا صاحب المدد. ربنا قال ايه يا زين؟ اللي بياكلوا اموال يتامى ظلم، كأنهم بياكلوا ببطونهم نار. ومصيرهم ايه بقى؟ جهنم، جهنم هيتعذبوا فيها. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. الحق الحق عندك يا صاحب الحق. يا آل بيت المصطفى، الله الله، والسيد العربي، الله لكم مدد يدي. الله الله. يظهر كده الساعة كام معاكي؟ 9:30. راجية راجية، في خبط على الباب. مين؟ أنا راجع افتح. استني استني أنا هقوم أشوف عايز إيه. إيه يا راجل في إيه؟ أنت زي ما تكونوا كنتوا نايمين. طب إزاي كده؟ أه فعلا كنا نايمين. أنا حتى مش عارفة احنا نبدأ ازاي. هو في ايه؟ في ايه؟ بعد كل اللي حصل ده وتقولي في ايه؟ ايه؟ وانت ما قلتلهمش حصل ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ كل اللي شفناه انا وانت ده وكل اللي حصل بره وبتقولي ايه اللي حصل؟ مش فاهمة انت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ عنك لما دخلتي لي اوضتي وقلتي لي في اصوات بره وانا مرعوبة وكله نايم، ده كان ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اوضتك ايه اللي انا ادخلها؟ وبعدين لو انا مرعوبة اخش اوضتك؟ ما اخش اي اوضه حد تاني. وبعدين على فكره انا اساسا بتحاشاك، فاكيد مش هخش اوضتك.
انت عايزه تجننيني يا عليا صح؟ عايزه تجننيني مش كده؟ على فكره عليا كانت نايمه جنبي ما قامتش من مكانها اصلا. اكيد اللي انت شفتها دي مش عليا. امال مين؟ مين؟ انا عايز اعرف هو انت لغايه دلوقتي عندك شك ان البيت ده مسكون؟ انت عايزه تفهميني ان هما ظهروا لي في صورتك. امال ايدي دي مسكت ايه؟ فرح بيه. اهلا وسهلا. انت بتكون فين لما تكون الدنيا مقلوبه والعفاريت عماله تتنطط حوالينا؟ بتكون فين؟ انا موجود وبحس بسكان القصر، لكن عمرهم ما حاولوا يخوفوني لاني عمري ما اذيت حد فيهم. انتوا عصابه عصابه وانا هقطع في الدم منكم ازاي؟ قول اللي تقوله واعمل فيا اللي انت عايزه، انا ما بخافش من اي حاجه، كل اللي ربنا يجيبه خير وكويس. انا بس جاي ابلغك ان عزيز بيعايزك في المكتب تحت. عن اذنكم انا اروح اشوفه عايز ايه. اه طيب، لو اللي انا شفتها دي مش عاليه اثق ازاي في اي حد فينا؟ هيظهروا مره بصورتي ومره بصوره اي حد فيكم. اللي بيحصل ده لازم ينتهي، لازم ينتهي. طلعتلي منين؟ حضرتك اللي كنت ماشي بتبص وراك. عايز حاجة؟ أنا كنت جاي أحكي لحضرتك على اللي أنا شفته. شفت إيه أنت كمان؟ أنا كنت قاعد في الأوضة وسمعت صوت زي صوت أبويا بالظبط. الله يرحمه. المهم طلعت من الأوضة، جيت عند السلم سمعته تاني وشفته. أيوة وبعدين؟ كمل. الغريبة إني ما خفتش. ما خفتش ولا ثانية. بالعكس أنا كنت مبسوط، كنت مبسوط إني شايفه. فضل باصص لي لحد ما قال لي خد ورثك من راجع واختفى. بص يا أنا، الفيلم ده تعمله على حد تاني غيري. أنت مالكش حاجة عندي. ومرة تانية تتكلم في الموضوع ده ديتك طالعة واحدة بس. فاهم؟ فاهم؟ كلاب كلكم كلاب كلكم كلاب وانا هربيكم. كفايه بقى كفايه. اتفضل اقعد. في كل لحظة بشوفك فيها بفتكر جدك الكبير راجح العدلي. نفس الغرور، نفس الكبر. ادخل في الموضوع على طول. اوعى تفتكر ان انا مصدق قصتك. انت بالنسبه لي راجل نصاب وراك حكايه انا ما اعرفهاش، بس لما اعرفها هخليكوا تكرهوا اليوم اللي انتوا اتولدتوا فيه. بتستخدم السحر والجن عشان تخوفوني، لكن انا راجح العدلي، راجح العدلي، ما بخافش. بس انت لازم تخاف، المفروض تخاف، مش مننا. خاف من نفسك. خاف انتوا مني عشان انا اقوى بكتير قوي من اللي انتوا فاكرينه عني. هنشوف.
حضرت الساعة 9 الآنسة شمس. حضرت ازاي؟ وفين هي؟ دي الوسيط الروحاني اللي حنعرف منها كل طلبات سكان القصر. وطلبات سكان القصر أوامر، لو ما تنفذتش هتزيد اللعنات. وهي فين دي؟ ما هي واقفة جنبك اهي. اتفضل يا شمس. ما تستغربش انك لقيتني جنبك، انا جنبك من بدري. ربنا بيدي ناس القدرة انها تشوف من ورا حجاب، وناس تانية نفوسها بتعميها انها تشوف امور واضحة زي الشمس. تكيت القصر ده ازاي؟ ده مركب. معنى كده ان المركب دي واقفة برا. اقعد. مش مراكب برا القصر، ولو خرجت برا القصر هتموت. القصر له حراسه وانت عارف كويس. التعابين والعقارب خرجت من بحورها. استدعي عائلتك لصاله الطعام، لينا قاعده مع بعض. بعد كده لينا قاعده مع الوسيط الروحاني الآنسة شمس. بعد تجربتكم في القصر لحد دلوقت مستنيين تسمعوا مني ايه؟ انا كذاب؟ انا مش جدكم؟ ولا انتوا جايين هنا عشان تسمعوا ان كل اللي مريتوا بيه ده مش حقيقي؟ حلم مثلا؟ يا راجح، عرفت انت هنا ليه؟ ايوه طبعا انا عارف. انا هنا عشان اخد حقي ومالي غصب عنك وعن عفاريتك. قصدك حقنا ومالنا، ولا انت لسه مصمم تاكل علينا حقنا يا راجح؟ انا كلت حق حد فيكم قبل كده؟ حقنا انت بتقول ايه يا ولد؟ بقول الحقيقه، هو مش حضرتك حرامي من ميراث ابويا؟ انت ولد مش متربي، اللي بتقوله ده كذب ومش حقيقي. لا حقيقي. وايه الدليل؟ انا اهو مراتك بقول قدام الكل انت سرقت حق عبد الله وسرقت حق ناس كتير في العيله وانا اولهم. ايوه اتكلموا بقى، قولوا الحق ولو لمره واحده في حياتكم. وإيه الدليل؟ أنت كل واحد فيكم بيقول اللي هو عايزه والباقي عاجبه قوي الكلام. أنتوا شايفيني كده؟ أنتوا شايفيني حرامي؟ أنا مش شايفة كده. نعم؟ وأنت عرفت إزاي؟ أنا بقول رأيي. وأنا هقول لكم الحقيقة. على أساس إن أنت الوحيد اللي معاك الحقيقة؟ بعدين حتعرف، بس أنا هقول لك بالدليل القاطع. أنت استخدمت المحامي اللي اسمه يوسف مندور اللي توفى من سنتين في تزوير عقود بيع وشراء لأملاك وأراضي عمر العدلي، والد عبد الله العدلي. ممكن روح المحامي تحضر دلوقتي وتشهد عليك. لا مش كده وبس، انت عملت نفس الشيء مع كل افراد عيلتك، اميره وعليا وفاطمه. الكلام ده مظبوط ولا حضرتك ليك راي تاني؟ ها عاوز اسمعها منك يا راجح. ده كلنا عايزين نسمعها منك. ما تتفضل تتكلم. اللي تحسبوه احسبوه، انا كبير عيلة العدلي
وثروة العيلة دي أمانة في رقبتي، أتصرف فيها بالشكل اللي أنا شايفه صح. هي دي عادات وتقاليد عيلة العدلي، واللي مش عاجبه كده يشرب من البحر بقى. عبد الله. ايوه يا عم. تعال. انت اسمك عبد الله صح؟ فاهم يعني ايه عبد الله؟ تقريبا يعني، بس عمري ما ركزت في الاسم. يعني ان تفعل ما يحب الله ويرضاه من اقوال وافعال، لازم يكون لك نصيب من اسمك. انت بذره طيبه يا ابني، بس وعدني انك تكون اسم على مسمى. عبد الله. الله 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 الله. اذكر الله 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 من جواك. الله 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 الله. أنا مش فاهمة أنت بتتكلم عن إيه أصلاً. والله؟ طيب بصي، كل اللي حصل من ساعة ما دخلنا القصر ده في كفة، والموقف اللي حصل من شوية ده في كفة تانية خالص. طول عمري من زمان بسمع كلام كتير بيتقال بين الناس، ناس تلقح عليا وعدي، أشوف تفاصيل ما تعجبنيش وأقول لي يا ابني أكيد أنت فاهم غلط، أكيد بيتهيألك، وأنت طول الوقت طول الوقت بتدافع عن الأستاذ. أنت عارفة كويس جدا العداوة اللي بيني وبينه، وأنت مش فارق معاكي، حتى هو عمال يكشف قدام العيلة كلها برضه عمالة تدافع عنه. أنا بقول رأيي، وشايفة فعلا إن راجح بيحافظ على فلوسنا. يا سلام. ما هو مش معنى ان بينك وبينه عداوه يبقى اقول الكلام كله اللي على مزاجك يعني. وبعدين ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انت بتشك فيا؟ لا على فكره بقى، لو انت بتشك فيا يبقى انا ما يناسبنيش خالص اللي انت بتعمله ده. بجد والله؟ ده بس اللي فرق معاكي، ان انا بشك فيكي، مش فارق معاكي خالص شكلي قدام بقيه العيله، صح؟ بس هو الغلط من عندنا في الأول. أنت عندك حق، أنت صح وأنا اللي غلط، أنا اللي غلط من زمان. بيتهيألي بقى بعد كل اللي حصل ده كل واحد فيكم لازم يصلح أخطائه ويكفر عن جرايمه. وطبعاً كل واحد عارف نفسه كويس قوي، لأننا خلاص بقينا كتاب مفتوح لبعض. وهو بقى كل واحد فيكم عرف وسمع قد ايه حجم الظلم اللي تعرضنا له انا وابني. ابنك راح فين اصلا؟ اختفى فجأة يعني. عبد الله شاب صغير مصدوم من اللي سمعه، عمره ما كان يتخيل ان دي حقيقتكم. سيبه في حاله. والله اطلع لك صوت يا صافي ناز. على فكرة مفيش حد فينا هيسكت بعد كده، وانا اولهم. انت عارف كويس قوي انت عملت معايا ايه يا راجح، بس انا هعرف ازاي اخد حقي منك وهتطلق منك. وانا نفس الشيء، انا عايزه حقي، ولو الراجل اللي انا متجوزاه ده معرفش ياخد لي حقي يبقى انا كمان عايزه اتطلق. انتوا فاهمين غلط، انتوا فاكرين ان انا بقيت ضعيف خالص.
فوقه فوقه. كل اللي حصل جوه ده مغيرش اي حاجه من دماغي، ومفيش حد فيكو هياخد مني مليم واحد. انت لسه بتعاند وتكابر؟ انت ايه؟ شيطان؟ سميني زي ما انت عايزه. ايوه انا شيطان. رجح العدلي عمر ما حد يقدر يلوي دراعه. فوقه انتوا وعفاريتكو وعفاريتكو، سامعين؟ واي حد فيكو يقدر يعمل معايا اي حاجه يوريني نفسه. بس انت من شويه ما قدرتش تنكر انك واخد فلوس وحق واملاك مش من حقك. من حقي يا سالم، من حقي. في قانون مين طيب؟ في قانون عيلة العدلي. قانون عيلة العدلي. ونسيت قانون السماء، قانون الله. الله بتجري عليه يا ابن آدم، بتجري عليه فلوس وأملاك. طب وبعدين فين جدك البرنس راجح؟ فينه؟ مات لما أن أوانه كفنوه وبالتراب غطوه. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مهما جمعت من مال وصنعت من جاه، نهايتك هي هي، تحضنك الأرض وتدوب فيها، ما يتبقاش منك غير سيرة، سيرة الناس من بعدك تتذكرها، يا تلعنها يا تمدحها وتتنضر بيها. يا ريت بقى جات على قد السيرة اللي بتتقال. الأهم ميزانك أمام العدل الجبار. أنا قلت اللي عندي، رجعوا نفسكم وكلنا على الأبواب. على الأبواب يا آل النبي، وقفنا بين أيديكم نحيي. الليلة دي آخر فرصة. آخر فرصة. عينيكم كلكم على الآنسة شمس، الوسيط الروحاني. الليلة دي أصعب ليلة في حياتي. مش هقدر أكون وسيط لوحدي، مش هقدر أتحمل. سكان القصر كلهم موجودين، أعدادهم أكبر بكتير من كنت متخيلة. هحتاج حد يساعدني. أنا ممكن أساعدك. الأرواح هي اللي هتختار تحضر في مين. توقع أي شيء. الأرواح حاضرة من قبل الجلسة، ممكن في أي لحظة نسمعهم أو حتى نشوفهم. من فضلكم اظهروا كفوفكم على الترابيزة. يا سكان القصر، جئنا إليكم بالهدايا من الحياة للموت. اظهروا بيننا وتنقلوا، اشعرونا بوجودكم، اشعرونا بوجودكم. شبكوا
حطوا ايديكم في بعض. انا حضرت يا اهل الدنيا، انا حضرت، انا راضي، انا راضي. السيد شنعوني مدفوع في بدرون العصر ده. فرجوني فرجونا فرجونا. الأرواح سريعة جداً. أنا مش هقدر أكمل لوحدي، مش هقدر، محتاج حد يساعدني. أميرة، أنا غمضي عينيك يا أميرة، غمضي. فاطمة، فين فاطمة؟ أنا فاطمة. غمضي عينيك يا فاطمة. عايدة، عايدة. عايدة صلى. عائلة ظلمة. قولي يا عايدة، انت جاية ليه؟ عايزة ايه؟ عايزة حقي، عايزة حقي يا عيلة العدل. عايزة حقي يا عيلة العدل. ستي انا خلصت كل الاوراق. وانا كمان حاسه ان انت متحمسه قوي. انت قصدك ما شفتيش شكلك انت واميره كان عامل ازاي؟ ده انتوا شكلكوا خلاني انهار. ولا انا مش فاكره اي حاجه خالص. شوفي يا فاطمه، احنا بقالنا سنين عيلتنا بتشوف حاجات مفيش اي عيله شافتها، وانا واثقه ان دي لعنه، لعنه ورثناها من زمان. وللاسف بقى إن في ناس مننا مشيوا في الطريق ده، عشان كده كل حاجة لازم تنتهي، ومفيش حاجة هتنتهي
إلا لما أصحاب الحق ياخدوا حقهم، خصوصاً بقى إن إحنا كمان عارفين هم مين وعايزين إيه. أنا معاكي جداً في كل اللي أنتي بتقوليه، بس في حاجة جوايا عايزة أقولك عليها. في لحظات مرت عليا جوه القصر هنا لمستني جداً، كنت حاسة فعلاً إن في أرواح وأشباح، بس في لحظات تانية كنت بحس إن في حاجة كده مش حقيقية، حاجة مصنوعة، وأنا متأكدة من الإحساس ده. قولي لها يا عليا، قولي لها على كل حاجة من أول لحظة وأنت نيتك صافية وسليمة، ومن أول لحظة وأنا بساعدك وبسندك، إني كشفك وعارف كل حاجة، بكشف القلوب والأرواح، كشف كل شيء بنور الله سبحانه وتعالى، عارف وهعرف كل حاجة. هو إيه اللي بيقوله ده يا علي؟ هو يقصد إيه؟ هو يقصد إن أنتي مسؤولة عن كل اللي بيحصل ده؟ هو ده القصر يا عبدالله، شكله حوار قوي، ولسه لما ندخل ده شكله هيطلع تحفة. ربنا يستر. أهلا أهلا أستاذة عليا، أهلا أهلا بيك عبدالله اللي كلمتك عنه. أهلا يا ابني، الحقيقة أنا معرفش قالت لك على حاجة ولا لأ، بس أنا بساعد لله في لله، خصوصا لما عرفت إنها فلوس ناس وحق يتيم، غير كده ما كنتش حساهم في حاجة أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ده عامر يا عبدالله، هعرفكم على بعض جوه. دي صالة الطعام. دي لوحدها شكلها يرعب، هتنفعنا دي. ده القصر كله مرعب، ما تقلقش. إلا قولي يا عامر، مين الراجل لابس جلابية وماسك سبحة في إيديه ده؟ أكيد تقصدي يا عم أواب. طب والراجل ده إيه؟ قلق يعني؟ هيبقى معانا ولا علينا ولا نظامه إيه بالظبط؟ بصي، هو ما يعرفش حاجة، أو بمعنى أصح أنا ما قلتلوش، بس هو راجل بتاع ربنا يعني، ما يتخافش منه. بيتهيألي إحنا كده مش ناقصنا أي حاجة تانية خالص. السماعات ركبت والكاميرات كمان، ودايرة الكهرباء كلها بقت متوصلة على الريموت ده. وانا اتفقت مع الشباب اللي هيجوا يعملوا فرق، هيبقوا موجودين طول فترة وجودكم هنا، بس يعني هو هيتكلف شوية. بس انا اتهيألي انه مهم. مالكش دعوة بالتكاليف خالص، انا كل اللي يهمني انك توري عبدالله كل شبر في القصر وكل التجهيزات والترتيبات اللي اتعملت، علشان انتوا الاتنين بتساعدوا بعض. والله اتفقتلك مع اتنين ممثلين، بس مش عارف ما جوش ليه لغايه دلوقتي. لا وحياتك يا حسين، الاتنين دول مهمين جدا، دول اهم حاجه في الموضوع كله. المشكله هنا ان مفيش شبكه ومش عارف اوصل لهم، وكده كده انا ماشي، واول ما تيجي الشبكه انا هتصل بيهم على طول. ماليش دعوه، توصل لهم باي طريقه، الاتنين دول اهم اتنين في الحدوته كلها. عبد الله، انت وعدتني انك مش هتجيب سيره لحد، خصوصا مامتك. بصي، انا اهم حاجه عندي حقنا انا وامي يرجع، وانا عارف ان انا لو قلت لماما هتفضحنا، ما بتسترش في الحاجات دي خالص. عارف احنا لو قدرنا نحط راجع تحت الضغط والخوف مهمتنا هتبقى اسهل بكتير. ده غير بقى المقلب طبعا اللي انا هعمله فاطمه في الاذاعه. يلا ربنا يسامحني، ما انا عارفه هتجري تقول له على كل حاجه، وهو ده بقى اللي هيأهله للي هيشوفه واللي يحصل له هنا. مين؟ بس مين؟ علشان كده عبد الله كان بيختفي اوقات كتير. بس لا، المكان ده ليه سكان وانا شفتهم، وبعدين في حاجات تانية صعبة قوي ان انتوا تعرفوا تعملوها. عندك حق، انا كمان كنت حاسه بكده، حاسه ان هما حوالينا في كل حته. طب جدي عزيز وصابر، اهلا وسهلا. حضراتكم بقى اللي بعدكم عن محسن. احنا طبعا طبعا. ويا ترى بقى بتعرفوا تمثلوا ولا يعني؟ يا استاذه علي، ده احنا قدام قوي قوي من ايام الابيض واسود، مثلنا في الجامعه ومثلنا في قصور الثقافه. انا ساحر في السيرك يا استاذه عليا، وعندي ليك افكار هتخدم موضوعك جدا. انت
طب كويس قوي. احنا نخش بقى في الموضوع على طول عشان اعرفكوا انتوا هتعملوا ايه ودوركم هيكون ايه. هيكون ماشي. ممثلين؟ لا الله 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 الله، مش هم دول الممثلين اللي كنت مستنيهم يا عليا؟ نعم. يعني ايه؟ يعني ده جدك الحقيقي عزيز والخدام صابر، ودي اخر صوره ليهم قبل ما يفتري راجح ويخلص عليهم عشان الميراث. الميراث اللي جدك اصلا ملحقش يستمتع بيه لانه مات بعديها بايام، وللاسف موته ما كانش نهايه الشر، ظهر راجح عشان يكمل نفس المشوار. مش قلت لك بعرف وهعرف بنور الله؟ خلاص عرفتوا طلبات سكان القصر، فالمفروض اوزع من مالي على ناس معرفهاش عشان عفاريت اهاليهم متعفرطه عليكم. انتوا جننتوا خلاص؟ انت ايه؟ ايه؟ برضو اللي في دماغك في دماغك؟ قول لي سبب واحد بس يخليني اغير اللي في دماغي. بقى كل اللي بيحصل ده ولسه بتسأل عن سبب واحد؟ أنا بجد مش عارفة أقول لك إيه. أنت إزاي بعد كل اللي أنت شفته وبعد كل اللي حصل مش قادر تصدق وتستوعب إن إحنا هنفضل محبوسين في القصر ده لحد ما ترد الحقوق للكل؟ إزاي؟ ما كفاية بقى يا أخي، كفاية بقى. أنت إيه؟ كفاية بقى كبر وعناد. لا خلاص يا راجل، ما بقيناش بنخاف منك. أنت مش هتمشي كلامك علينا على فكرة. احنا حقنا هيرجع، يعني هيرجع. شفت العيله؟ شفت؟ وانا قلت لك 100 مره انا اول واحد هيقف لك، واي دين علينا وعلى اهلينا هنسده عشان نخلص من اللعنه اللي ماسكه فينا بقالها زمان. لعنه ايه؟ اللعنه دي في عقولكم، في خيبتكم، في فشلكم. مش مشكلتي خالص ان انتوا اغبياء، والمركب لو ما جاتش النهارده هتيجي بكره، لو ما جاتش بكره هتيجي بعد بكره. والمركب وصلت الحمد لله. شفتوا يا رب؟ الحمد. يلا يلا. عرفتوا ان انتوا اغبياء؟ انا من بكره هبدا في اجراءات هد القصر ده وهبيعه، ومش هتاخدوا مني ولا مليم، ولا انتوا ولا عفاريتكم. اتفضلوا، المركب في انتظاركم. يلا يا راجع يلا. استنى، انت رايح فين؟ انت مش هتمشي من القصر، سكان القصر مش هيسمحوا لك. بس يا درويش انت، مش عايز اسمع صوتك. انا هسكت، بس انت برضه مش هتسيب القصر، لازم ياخدوا حقهم منك. لكل ظالم نهايه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
لمن الملك اليوم؟ راجع لله الواحد القهار. راجع لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله الله يا آل بيت المصطفى. الله الله والسيد سابوه السكان بعد ما تردت الحقوق لأصحابها، وبقى ما فيش سبب يكونوا موجودين في مكان مش مكانهم. بس يا ترى هل ممكن يرجعوا تاني؟ خلصت حلقتنا. كان معاكم عليا العدلي، وبرنامج كلام بيخوف وما يطلبون مستمعون.